اليوم الثاني على التوالي تنكس الأعلام على جميع المقرات الحكومية البريطانية حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث نكست الأعلام إلى النصف على وزارة الخارجية والدفاع والمالية وكذلك باقي الوزارات ومبنى البرلمان البريطاني سواء مدخله الرئيسي وكذلك برجه الشهير وقصر باكنغهام ومكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي قدم التعازي لعائلة الصباح ودولة الكويت. رأينا تنكيس الإعلام، رأينا البيان الصادر عن مجلس الوزراء، رأينا باكنغهام بالاس يعني الدولة والحكومة وممثلي الشعب حتى ممثلي البرلمان أيضا. النقطة الثانية ويقولها أنا شخصيا، الدور الكبير الذي لعبه المرحوم الشيخ نواف في الكويت وتاريخ الكويت. كما تعلم بريطانيا دائما مهتمة بالتاريخ، والبريطانيا التاريخ عنده شيء مهم جدا لجانب الصداقة الكويتية البريطانية، والشيخ نواف الله يرحمه أسكن الفسيح جناته كان جزء من هذا التاريخ. وفتحت سفارة دولة الكويت في العاصمة لندن سجل العزاء، حيث استقبل السفير بدر العوضي العديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء العرب وأبناء دولة الكويت والعديد من الدول العربية الذين توفدوا لتقديم واجب العزاء في فقيد الأمة العربية. نعزي أنفسنا ونعزي أهل الكويت بوفاة فقيدنا الغالي أبونا الشيخ نواف، عسى الله يرحمه وسكن الجنة ويجعل قبره روضا من رياض الجنة. احنا حاليا في بريطانيا وهني الأجواء يعني صراحة كل أكثر الإعلام في منزلينها سواء في البرلمان أو في الحكومة صراحة، ونعزي أهل الكويت كلهم عسى الله لا يراهم في مكروه إن شاء الله. حضور اليوم للسفارة للتعزية بوالدنا عسى الله يغفر له إن شاء الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وبهالمناسبة أعزي الشعب الكويتي والأسرة الحاكمة والوطن العربي فقيدنا الغالي سمو الشيخ نواف الأحمد غفر الله له إن شاء الله. وتقديرا لمكانة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أقامت العديد من المساجد صلاة الغائب على روحه، حيث أقام المركز الثقافي الإسلامي بوسط لندن عقب صلاة المغرب صلاة الغائب متوجهين بالدعاء إلى الله تعالى أن يغفر لفقيد دولة الكويت والأمة الإسلامية. كان ذو سمعة طيبة وكان ذو جهد بارز في كل المنشآت الدينية منها هذا المركز الإسلامي، والكل يعلم بذلك إن شاء الله. بريطانيا تعلن الانحداد على الأمير الراحل لدولة الكويت المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتنكس الأعلام إلى النصف نظرا لمكانته، والتي أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء أن أعماله لن تنسى بما قدمه لدعم العلاقات بين البلدين وحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية، لندن.